فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك. أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك، نعم، فهل يجوز لي ذلك أم أن هناك شروطا؟ إذا كان البنك يملك السيارة ويبيعها عليك لا بأس، يملكها وتشتريها منه فلا بأس، البنك وغيره. أما أنك تعاقد معه يذهب ويشتري السيارة عقب ما تعاقد أنت وياه، هذا حرام لا يجوز، باع ما لا يملك. نعم.